كنشكركم على المواكبة ديالكم وانتم كيف واكبتونا هاد الصباح هذا وكان زيارة مع السيد الوالي هو مشكور جدا والسلطات على المواكبة ديال المجهود ديالهم وجميع المتدخلين لأن هذا ورش ملكي بامتياز وكيف بغى صاحب الجلالة أنه في إطار الإصلاح الجدري ديال هذه المنظومة الصحية وكيف جاء في القانون الإطار 0622 أن حتى المراكز الاستشفائية الجامعية غتنال النصيب ديالها من الإصلاح منها القديم ومنها الجديد بإحداث مراكز استشفائية جديدة في كل في كل في كل جهة على المستوى الترابي وكذلك حتى القديم ينال حظ من التأهيل وهذا ما قمنا به في هذه الزيارة ديال الصباحية وكنشكر السيد المدير اللي كذلك ديال المركز الاستشفائي الجامعي لأنه قام بالأجراء ديال هذا التأهيل على ما يرام لأنه كان إحداث وحدة ديال القلب لتدبير والتكفل بالألم ديال الصدر لتشخيص الدبحة الصدرية في الأوائل ديالها وكذلك التكفل بالأمرضة اللي عندهم معاناة ديال القلب والمواكبة ديالهم كانت كذلك زيارة المصلحة ديال التشخيص بالأشعة واللي كانت عرفات وحدة التأهيل كذلك وتوفرت اليوم على أحدث المعدات وإحنا دابا في المصلحة ديال الأمراض النفسية اللي اليوم غادي تقوم بالتكفل بالأمراض اللي هما عندهم مرض نفسي من المستوى الثاني وربما غادي يكون إحداث مركز آخر لأن إحنا عندنا في هذا يعني في هذا القانون اللي كيتكلم ديال الأمراض النفسية وديال الصحة العقلية عندنا خصنا فيها واحد الإصلاح جذري باش نحيدوا هذا المشكل اللي كيتعاني منه هذه الصحة العقلية وهي الوصم يعني وخاصنا الثقة في هذه المنشآت الصحية وإحنا عارفين هذا مرض العصر يعني خاص ولا بدا يكون عنده واحد سياسة موجهة واللي هي تكون إن شاء الله غنشتغلوها مستقبلا يعني الروبو راه أول مرة فاش تحدث وفاش دار راه دار فاس راه فاس كتوفر على واحد الروبو اللي خاصها يعني عاوتاني غتخدمو إن شاء الله باش لا خدام وحنا كنا درنا به عملية شخصيا أنا كنت استعملته مني كنت هنا يعني خاصنا عاوتاني كذلك نستعملوه وكيتوفر على واحد الجودة كبيرة لأنه هذا كيستعمل داك المستلزمات اللي يمكن قابلة للاستعمال ففيه واحد الاقتصاد وهذه المسألة ديال الروبو في المراكز الاستشفائية الجامعية هذا داخل في إطار ديال التكوين وفي ديال كذلك ديال البحث لازم المنشآت الجامعية خاصها توفر على أحدث المعدات باش يعني الطلبة ديالنا اللي كل يوم كيتكلم باش اللي غيتكونوا يتكونوا على أحسن المعدات هذا السؤال اللي خصك تحطوه على العالم ماشي على المغرب فقط لأنه لائحة الانتظار كاينة في كندا كتفوت عامين وكتفوت الدول الأخرى أما حنايا إلا جيتي تقارننا مقارنة مع الدول الأخرى تلقى عندنا واحد الانتظار ماشي كثير والدليل على هذا أن شحال ديال المواطنين المغاربة اللي كيسكنوا في دول أخرى كيجوا لهنا باش يحاولوا يتعالجوا في أقرب وقت ولكن يعني لازم ما يكون عندنا واحد الانتظار على حسب الإمكانية واللي حنا علاش كان علاش الانتظار عندنا كثير دابا مثلا كتقول على حسب هو مسألة نسبية عندنا مشكل ديال الموارد البشرية لو كان يكون عندنا الموارد البشرية الكافية هذه المسألة ديال الانتظار ما غتبقاش